السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طالب جريد 3، ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ هناخد النهارده مالتيبليكيشن تيبل 7. تعالوا نشوف كده مع بعض. تيبل 7 هنا 7 تايم 0. يلا يا حبايبي نبدا كده مع بعض مالتيبليكيشن تيبل 7. 7 تايم 0 ايكوال 0، 7 تايم 1 ايكوال 7، 7 تايم 2 ايكوال 14، 7 تايم 3 ايكوال 21، 7 تايم 4 ايكوال 28، 7 تايم 5 ايكوال 35، 7 تايم 6 ايكوال 42، 7 تايم 7 ايكوال 49، 7 تايم 8 ايكوال 56، 7 تايم 9 ايكوال 63. طيب تعالوا نشوف كده حبايبي، هنا في كومبليت، هنا بيقول سبيس تايم 7 ايكوال 35 اللي هي 7، 7 تايم 5 ايكوال 35، 7 times 7 49، 9 times 7 هي نفسها 7 times 9، يعني نعمل replacing نبدل، يعني اللي هي skip 3 skip 3. اوكي، 7 times 1 equal 7. If you know that the number of the days of the week is 7 days, complete as examples. 3 weeks equal 3 times 7 equal 21 days. 5 weeks equal 5 times 7 equal 35 days. 7 weeks, 7 times 7 equal 49 days. 8 weeks, 8 times 7 equal 56 days. يعني الاسبوع كله week، ده يعني اسبوع، weeks يعني اسابيع. 5 weeks فيهم how many days؟ يبقى اقول 5 times 7 equal 35، لان يا اولاد ال week ال 1 week لوحده فيه 7 days. 1 week فيه 7 days. هما Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. كل دولت ايه؟ كل دي days in the week، in the name of the days. ايام اسبوع. تمام، يبقى 7 weeks، يبقى 7 times 5 7 times 5 equal 35. تمام، هنا في find the result is example. 7 times 3 equal 21، 7 times 2 equal 14، 7 times 0 equal 0، 5 times 7 equal 35. كل ده tables معانا يا ولاد، مكملين اهو. فيه هنا برضو 7 times 4 equal 28، 7 times 8 equal 56، 7 times 9 equal 63، 0 times 7 equal 0. تعالوا نشوف الاكزامبل مع بعض. هنا complete as example، يعني يقول لي 7 times وجاب لي هنا مربع كده في كام فاضي، يقول لي اديني ايه؟ اديني 21 او 7 times 3. طب هنا 7 times what equal 35؟ فكر كده حبيبي، قول يلا يلا يا ولاد فكروا معايا. ها 7 times what يديك 35؟ ها فكرنا خلاص. 7 times ايه؟ ها times 5. times 5 ايوه يديني 35. هنا 7 times what equal 42؟ 7 times ايه؟ times 6. 7 times 6 equal 42، نكتب هنا 6. 7 times 0 equal 0. تمام، 9 times 6 9 times what equal 36؟ 63. 9 times what ديك 63؟ 7 موجودة فوق اهي معانا. 7 times 9 equal 63، يبقى هنا 7. طيب 7 times what equal 7؟ is 1. 1 شاطر. 7 times mean يديني 49. 49 فكرتوا يا اولاد؟ 7 times 7 49. 7 times 7 49، 7 times 7 49، يكتب هنا 7. طيب تعالوا نحل ده مع بعض. هنا 7 times 3 بلس 2، هنجيب الاول 7 تايم 3 معناها 3 تايم 7، ممكن نعمل ريبليسنج، اكتبوا للصغير يا اولاد. يبقى 7 تايم 3 معناها 3 تايم 7، 3 تايم 7 ايكوال ايه في تيبل 3 بقى؟ ها فكر كده وقول 21. ممتاز، نكتب هنا 21. بعد كده نعمل بلس، نجمع يعني اديشن، 21 بلس 2 تبقى ايه؟ 23. 23 اوكي اكسلنت.
5 times 7 minus 5. 5 times 7 equal ايه؟ 5 times 7 equal 35. 35 minus 5 30. 30. طيب 0 times 7 plus 7. 0 times 7 equal 0. 0. 0 plus 7 equal 7. 3 plus 4 equal 3 plus 4 3 plus 4 equal 7. 7 times 3 هي 3 times 7. ايوه شاطر يا ابو عليك. 7 times 5 7 times 5 35 plus 7 نزود على 7 35 زود على 7 يلا just after 35 نعمل 7 على ايدينا كده ونعد بعد 35 ومعايا 36 37 38 39 40 41 42 42 تمام سهلة. طيب نشوف اللي بعدها هنا كومبليت 7 times 5 equals 35 7 times 7 49 7 times 9 equals 63 7 times 1 equals 7. طيب تعال نعمل الجدول ده يا حبايبي يلا عشان تحل يا حبيبي يلا كل يا اولاد يحل كده معايا وقف الفيديو وحل كده وبعدين كمل معانا يلا اول واحده يلا يا اولاد نحل كده مع بعض تيبل 7 7 times 1 7 times 1 7 times 1 equal ايه؟ هو 7 7 هو عامل لي اللي بعدها اللي هي 2 times 7 كاتبها 14 لسه اللي بعدها بقى 3 times 7 3 times 7 equal ايه؟ 21 21 شاطر. طيب اللي بعدها 4 times 7 28 ممتاز. 5 times 7 35 شاطر. طيب 6 times 7 هو كاتبها لنا اهو حللها اللي هي 42 شايفينها يا اولاد. طب اللي بعدها 7 times 7 49 جميل. طيب 7 times 8 7 times 8 يا اولاد من الشاطر يقول equal 56 7 times 8 equal 56 خلاص كده حبايبي سهلة تمام. تعالوا نشوف الاكزامبل ده مع بعض هنا 2 times 7 equal 14 14 plus 3 equal 17 كمل اللي بعدها 5 times 7 minus 15 5 times 7 equal 35 35 minus 15 equal 20 اللي بعدها 3 times 7 minus 8 هنعمل ايه؟ هنحل جوه القوس الاول يعني نقول 3 times 7 equal 21 21 minus 8 equal 13 equal 13. تعالوا نحل بعدها يلا حبايبي ها يلا حبايبي امسك القلم وقفوا الفيديو يا اولاد كده وايه وحلوهم بعدين شغل فيديو تاني يلا يلا حبيبي حل ها 7 times 0 equal 0 اجمع اعمل اديشن بقى 7 plus 0 equal 7 ماشي اللي بعدها 7 times 8 equal ايه 56 ماشي اعمل subtract اطرح يلا 5 يبدأ الأول من يمين هنا من unit 6 minus 4 6 ناخد منهم 4 يبقى كام 2 ماشي وهنا 5 minus 1 equal 4 اكتبها هنا في التينز اكتبها في التينز 4 شاطر. طيب اللي بعدها 7 times 1 equal 7 times 1 equal 7 ماشي نزل بقى 7 كمان ونعمل addition 7 plus 7 equal ماشي عد على صوابعك 14 ماشي شاطر 14. تعالوا نشوف الاكزامبل اللي بعده
هنحل يا اولاد زي الاكزامبل اللي معانا حلينه ده. هنا قلنا 10 اللي هو لتر ايه، 10 minus 3 equals 7، 7 times 5 equals 35، 27 minus 20 equals 7، 7 times 4 equals 28، 2 plus 5 equals 7، 7 times 6 equals 42. نفس الكلام هنا، هنا هنعمل subtract between 210 minus 203 وبعدين times 7. يبقى انت هتعمل subtract الأول between 210 and 203. يلا نعمل ده اطرح كده، يبقى كام؟ زيرو ماينس ثري ينفع؟ نو نمبر وان من اللي جنبها، ناخد وان من اللي جنب الزيرو، اللي جنب الزيرو ده وناخد من اللي جنبها، الوان ده يبقى زيرو، والزيرو اللي جنبها يبقى تن. ها ايوه، تن ماينس ثري، تن ماينس ثري ايكوال سفن. تمام، اكتب سفن، اكتب سفن خلاص. زيرو ماينس زيرو إيكوال زيرو. ما يتكتبش بقى خلاص. وهنا 2 ماينس 2 زيرو، يبقى الريزلت اللي عندك 7. 7 تايم 7 إيكوال إيه؟ 49. جميل، يلا اللي بعدها 15 ماينس 8 تايم 3. تعال نجيب 15 ماينس 8، نعد من 8 لحد 15. يلا هذا صابعك، ايوه من 8 لحد 15 يا ولاد. بعد ال 8 9، عدوا معايا 9 10 11 12 13 14 15. يبقى الريزلت ها 7. نكتب 7 هنا، 7 تايم 3 اللي هي 3 تايم 7، 3 تايم 7 ايكوال 21، ايكوال 21. 150 ماينس 143 تايمز 8 ايكوال، تعال نعمل سبتراكت بتقول 150. ايوه شاطر، قول لاصحابك كده انت بتحل. هنعمل ايه؟ نعمل بور 1 من 5 تبقى 4 وال 0 يبقى 10، بقت 10 ماينس 3 ايكوال 10 ماينس 3 ايكوال 7. 7 تايمز 8، 7 تايمز 8 لسه دي، الباقي بقى مش هتنفع. 4 minus 4 ب 0، 1 minus 1 0، يبقى result 7 خلاص. 7 times 7 times 8 equal 56. تعالوا نشوف الصفحة اللي بعدها complete، برضو table تاني اهي يا ولاد على table 7. تمام يلا، 2 times 7 equal 14. ها كمل يلا، كملوا يا ولاد. 3 times 7 equal 21. علي صوتك 21. 4 times 7 4 times هو حليل اهو، اسمها ايه العدد؟ اكتب 28. طب اللي بعدها 5 times 7 equal equal ايه؟ 35. طيب 6 times 7 6 times 7 6 times 6 36، 6 times 7 36 42. تاني كده، لو احنا نسينا ولا حاجه زي دي نعمل ايه؟ نجيب التيبل 6، 6 times 6 36، 6 times 7 42، ممكن كاتبين هنا 42. يبقى احنا ممكن ايه نبدل، يعني نقول 7 times 6 هي نفسها 6 times ايه 7، ونجيب التيبل لو احنا نسينه ونجيبه من الاول يبقى 42. تمام، 7 times 7 49. هنا 7 times 8 7 times 8 equal 56. احفظها بقى، قول يلا 56 56 56. 7 times 8 equal 56. اكتب ها، اكتب 56 56. اكتب 5 من الشمال كده، 5 وجنبها 6، ايوه 56. تمام، طيب تعالى نحل دولت يلا مع بعض. هنا كومبليت يقول لي 7 times 5 plus 4 times 7. يلا 5 times 7 equal ايه؟ خد بالك من حاجه مهمه، هنا بيقول لي مين الريزلت اللي هي ايكوال، يعني هيساوي ده اللي فوق ده اللي هو 7 times 5 plus 4 times 7. لاحظ ان في نمبر عندنا اتكرر اهو اللي هو 7، صح؟ طب انت عندك ال 5 لا
مش لا، هناخد 7 بقى تايمز 9 ليه؟ لان ال 7 ثابته، وفيه الرقم التاني ال 5 وال 4 هعملهم قديش؟ في عندك كونستانت وعندك عليه تاني اتفك، يبقى واحد ثابت والتاني بيتفك، فالثابت كان 7 ماشي، والاتفك اللي هو 5 بلس 4 كانت ايه؟ كانت 9. دي طريقه في الحل. ممكن نعمل طريقه تانيه ان احنا نعمل تايمز ال 5 تايمز 7 ايكوال 35 كده، وهنا 4 تايمز 7 ايكوال 28، ونعملهم اديشن. دي طريقه تانيه تمام. ممكن نجيب الريزلت للاول والتاني ونعملهم اديشن، اقول 5 بلس 8 ايكوال 13، 3 اند كاري اب 1، 2 بلس 1 ايكوال 3، 3 بلس 1 ايكوال 6، 3 بلس 3 ايكوال 6، يبقى 63 اللي هي 7 تايمز 9 ونختارها. طب هنا بيقول لي 7 بلس 7 بلس 7 سبيس 27، يعني مين الاكبر 7 بلس 7 بلس 7 ولا 27؟ دي هتحلها. لما قلت 7 بلس 7 بلس 7 معناها 3 تايم 7، دي معناها ان 3 تايم 7 يا ولاد. طب 3 تايم 7 ايكوال ايه؟ 3 times 7 equal 21. يبقى مين الاكبر بقى 27 ولا 21؟ 27. 27. حل يلا، امسك القلم وحل. يلا يا حبيبي، يلا يا ولاد حلو. نعمل علامة ايه؟ للزين. تمام. اللي بعدها هنا مين الأكبر 7 تايم 7 ولا 5 تايمز 9؟ ها 7 تايم 7 ايكوال ايه؟ يلا يا حبايبي 7 تايم 7 ايكوال ايه؟ دي ليه بقى ليه يا حبيبي؟ ان دي 49 وديت 4 5 تايمز 9 ايكوال 40 ايه؟ 45. شاطر. يبقى هنا دي اكتب بقى الريزلت فوق، اكتب هنا فوق 49 وهنا 45 وهنا 45. لازم تحلها بايديك عشان تعمل العلامه صح، واعمل دايره بقى على الحل بتاعك، العلامه اللي انت خدتها اعمل عليها دايره. تمام. تعال نشوف كده هنا، بيقول لي ماتش ذا ايكوال ريزلتس از اكزامبل. يلا انت هتوصل بس، يلا الاولانيه 7 بلس 7 بلس 7 بلس 7 اللي هي هو عاملها لك 28. طيب هنا بيقول لي 7 تايمز 5 ماينس 10، 7 تايمز 5 تبقى بكام؟ ها فكر كده. خد بالك لما اقول 7 تايمز 5 دي ممكن دي معناها 5 تايمز 7، يبقى 5 تايمز 7 ايكوال ايه؟ ها استنى، في ماينس 10 منها، هنشيل منها 10، هنشيل منها 10، واخد بالك؟ يبقى كده القلم دي معناها 35. انت برافو عليك، قلت 5 تايم 7 35، بس فيها ماينس 10 كمان. يلا ماينس 10 يبقى 25. ماشي، وصلها ب 25. يلا مش طبعا اللي انت عملتها دي، ماشي دي مش معانا خلاص. خلاص. طيب اللي بعدها 7 تايمز 4 بلس 7. يلا 7 تايمز 4 اللي هي 4 تايم 7، 4 تايم 7 ايكوال ايه؟ 4 تايم 7 اللي هي تيبلز 4 28. 28 ماشي، اعمل بقى 28 زود عليها 7. 28 بلس 7. بلس 7 زود عليها 7. يلا 28 في دماغنا و 7 على ايدينا. 28 29 30 31 32 33 34 35 35 35. ماشي ماشي كملوا. يا جميل. طيب يلا يا بطل، 9 minus 2 times 7 9 minus 2 9 minus 2 minus 2 equal 8. لا 9 اهمت على ايدك وخد منها 7 2. 7 اكتب فوقها 7. 7 تايم 6 اللي هي 6 تايم 7 42. شاطر. يلا 42 اهي، 42 جميل. يلا اللي بعدها 7 تايمز 9 يقول ايه؟ 63. على صوتك 63. تمام. تعال نشوف اللي بعدها، life problems مسائل حياتية. تمام.
تعال نشوف كده letter number ايه. هنا بيقول لي منى، شايفين يا حبايبي كده، ركزوا معايا وانا بقرا. منى سيفز 7 باوتس every month. every month يعني منى بتحوش 7 جنيه كل شهر. how many pounds does منى save in 5 months؟ what منى saves in 5 months؟ ها نعمل ايه؟ هي كانت كل شهر بتحوش، يعني every month، ها بتحوش saves 7 pounds 7 جنيه معاها، فاهمين؟ طب لو كانوا 5 شهور 5 months، يبقى نقول 5 times a. يلا يا بطل شاطر. ايوه يعني بدل ما نعمل اديشن ال 7 نعملها اديشن 5 مرات نضرب نعمل تايمز. ماشي تقرأ اللي بعدها. ماجد has 6 بوكس بوكسز بوكسز اوف 7 ماربلز ماربلز اتش، يعني في كل واحدة منها معاه ماجد معاه 6 بوكسز، كل بوكس فيه 7 ماربلز اللي هو البيلي الصغير. ماشي how many marbles does he have؟ يبقى معاه كام بلية؟ معاه 6 بوكسز، في كل بوكس 7 ماربل. ها قول لاصحابك كده، قول لهم انت عملت ايه. قول يا حبيبي يلا. قلنا ايه؟ 6 تايم 7 ايكوال 42. يعني بدل ما نعمل اديشن نقعد نجمع 7 مرات ال 6 دول 7 مرات، او تجمع تعمل اديشن ال 7 دول 6 تايمز، يبقى انت هتعمل تايمز على طول. تمام السؤال اللي بعده يلا اقرا يا حبيبي. هاني هاني بوت هاني بوت 4 بيزاز بيزاز 4 ليرة 7 ليرة اتش، يعني هو جاب حسن او هاني اشترى 4 بيتزات، كل واحدة كان سعرها 7 ليرة، فاهم؟ يعني هو اشترى 7 عايزين تايم 7، هو الواحدة كانت ب 7 ليرة وهما كان الكاونت بتاعتهم كام؟ 4. يقول 4 تايمز ايه؟ قول 4 تايمز 7 ايكوال 24. لا 4 تايمز 7 فكر شوية كده، فكر يا حبايبي 4 تايمز 7 ايكوال ايه؟ قول اسمها ايه دي؟ 28. تعالي صوتك كده عشان ابقى شطور. 28 كده صوتك يبقى عالي. قول تاني 4 تايمز 7 ايكوال ايه؟ 28. علي صوتك 4 تايمز 7 ايكوال ايه؟ 28. طيب تعالى نقرا الكوتشن اللي بعده. ها نمبر 11 احمد. احمد بوت 7 ساندويتش ساندويتش اوف each of cheese luncheon meat and chicken. How much did Ahmed pay for؟ يعني احمد اشترى 7 سندوتشات of each of cheese، يعني 7 سندوتشات من الجبنه واللانشون واللحمه، لانشون لحمه and chicken يعني 3 انواع. النوع الاولاني كان بالجبنه، سندوتش كان فيه جبنه تشيز، سندوتش لحمه لانشون باللحمه، اند تشيكن سندوتش بالفراخ. ماشي هاو ماتش ديد احمد باي فور، بيقول لك خد بالك ان تشيز سندوتش الجبنه اللي هو تشيز كان ب 3 ليره 3 جنيه يعني، واللانشون سندوتش اللانشون كان ب 4 ليره، والتشيكن الفراخ سندوتش الفراخ كان ب 6 ليره. تعال نشوف احمد دفع كام. ها هو جاب يعني ايه 7 سندوتشات من ايه؟ بالجبنه واللانشون والفي ايه والشيكن. تعالوا كده نشوف لو هو هيدفع كام تمن تشيز سندوتشات الجبنه، 7 سندوتشات جبنه هيدفع كام؟ قول 7 تايم سندوتش الجبنه الواحد كان ب 3، يبقى 7 تايم 3 اللي هي 21 ليره. طب اللانشون ميت سندوتشات اللانشون هو اشترى 7 والواحد لانشون كان ب 4 جنيه 4 ليره 4 ليرة، يبقى 4 تايم 7 ايكوال 28. طب تشيكن نشوف بعد كده.
How much did أحمد pay for chicken؟ قول يا حبيبي تشيكن، السندوتش الواحد price of the one equal 6. The price of 7 sandwich of chicken 7 times A equal 42. تمام، فهمت؟ قولها تاني كده، قول اللي انت فهمته كده في الاكزامبل تاني. احمد بوت 7 sandwiches of each of cheese، يعني جاب 7 سندوتشات جبنه and 7 لانشون ميت، 7 سندوتشات لانشون and chicken 7 sandwich of chicken. How much did احمد باي؟ وقال لي ان كل سندوتش ليه سعر، يعني سندوتش اوف تشيز سعره كان 3 ليره، سندوتش اوف لانشون ميت is 4 ليره، سندوتش of chicken is 6 ليره، يعني الواحد سندوتش الواحد من الجبنه تشيز كان ب 3 ليره، واللانشون كان 4 ليره، والتشيكن كان 6 ليره. هو بقى عايز يعرف دفع كام تشيز. هاو ماتش ديد احمد بي فور تشيز؟ يبقى التشيز اللي هي الجبنه تقول 7 تايم 3 ايكوال 21، لان الجبنه اللي هي التشيز يعني سندوتش كان بكام؟ ب 3 ليره. فاهم؟ 3. فاهمين يا اولاد؟ طيب سندوتش اللانشون الواحد كان بايه؟ ب 4 ليره. يبقى هو 7 تايمز 4 ايكوال 28. طب الشيكن الفراخ يبقى 7 تايمز 6 ايكوال 42، لان السندوتش الفراخ الشيكن كان ب 6 6 ليره، هو جايب 7 يبقى 7 تايمز 6 ايكوال 42. تمام؟ تعالوا نشوف الاكزامبل اللي بعده. What is the price of 7 sandwich of each of egg؟ يلا نحل، حل انت حبيبي بقى، دي زيها بالظبط. يعني في طفل هروح يشتري وعايز يشتري 7 سندوتشات منين؟ بالبيض اللي هو الايج. هيدفع كام؟ يلا حبيبي حل، حلو يا اولاد، وقفوا الفيديو كده وحلو. عندنا الايج 2 ليره، وهنا التشيكن 8 ليره، والميت 7 ليره. تمام، خلاص يا حبايبي، تعالوا نشوف كده يا حبايبي حليناها ازاي. هنا الايج، what is the price of 7 sandwich of each of egg؟ يبقى 7 times 2 equal 14 ليره. Chicken 7 times 8 equal 56 lira. I meat 7 times 7 equal 49 lira. What is the cheapest kind of sandwich؟ يعني أرخص واحد إيه؟ Sandwich of egg. What can you pay for 17 pounds from the shop؟ لو معاك 17 pounds هتقدر تشتري إيه؟ كلهم. من الشوب كلهم، يعني واحد من كل إيه؟ كل نوع. تقول له I can pay by one of each. If of each. واحد من ايه؟ من احدى. من كل نوع. Each of kind. I can buy one of each kind. ماشي. How many flowers are there in 8 bunches of flowers? If each has 7 bowls, the numbers 7 flowers, the numbers of flowers in the bunches، يعني في الفصل اللي عندنا عايزين نجيب the number of flowers in the bunches. ها لو احنا عندنا 8 bunches، يعني 8 8 فازات مثلا، كل واحده بتحط فيها 7 7، يبقى كلهم 7 في 8 7 times 8. يبقى انت عشان تجيب the number of flowers in the bunches كل الفصائل 7 times A 8. ماشي equal A. قول عشان صوتك يبقى عالي. ها 7 × 8 ب 56. لا قول بالمايك. 7 times 8 equal 56.